تعتبر قلعة حمص الأثرية أقدم بقعة سكن الإنسان بمدينة حمص. ساعد موقعها على تلم خروطي على أنه تأمن الحماية لسكانها ومستعمريها من العهد الروماني، لتكون نموذج للمدن الدفاعية بوقتها. تقع القلعة بالجهة الجنوبية الغربية من المدينة، وبترتفع عن سطح البحر 533 متر، وعن سطح الأرض المحيطة فيه 30 متر، كما أنه للتل القابي عليه سفح شديد الانحدار يكاد يكون عمودياً. تبدو قلعة حمص من الداخل وكأنها مدينة ملكية مصغرة، فيها دور من السكن والمستودعات والمسجد وكل ما يلزم الإقامة والدفاع للحاكم وحاشيته وحمية القاعدة. وبتدل الكتابات المنقوشة على البرج الشمالي أنه من بناها هو أسد الدين شيركو، وفي نص منقوش على حجر بيقول أمر بعمارته شيركو بن محمد سنة 594.